السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحبوا بكم دائما في القناة ديالنا وكنتمنوا لكم تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة إن شاء الله، ومرحبا بالجميع. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله نقدموا لكم فيها باندومي، يعني باندومي بطريقة جيدة إن شاء الله، ونشوفوا هذه الطريقة ونشوفوا المقادير ونطبقوا الوصفة. ومن ضمن هذه الحلقة إن شاء الله غادي تكون هنالك مفاجأة إن شاء الله، نتمنى من الجميع دائما يكونوا على استعداد باش نعطيهم مفاجأة كل شهر بإذن الله. كل شهر يا تكون في الأول ديال الشهر، يا في الوسط ديال الشهر، يا في الأخر ديال الشهر، ما غاديش نحددوها بواحد التاريخ بواحد الوقت معين، لأن احنا هاد الشيء اللي بغينا كنتمنى الله تبارك وتعالى يرزق هاد الشيء اللي غادي نديرو في هاد الوصفة للناس المتتبعين ديالنا الكرام بإذن الله. مرحبا بكم ونشوفوا الوصفة ديالنا. الوصفة ديالنا عبارة عن باندومي. غادي نحتاجوا في المقادير 1 كيلو ديال الدقيق، 25 غرام ديال الخميرة، 150 مليلتر ديال الحليب، واحد جوج بيضات، 20 غرام ديال بودر كاكاو، 15 غرام ديال الملح، 60 غرام ديال السنيدة سكر، 50 غرام ديال الزيت، زيت نباتية أو الزبدة اللي بغيتو، يمكن لكم الاختيار بين الزبدة والزيت. عندنا واحد العجانة حتى هي في الوصفة ديالنا من ضمن المقادير ديال هاد الوصفة. الباندومي ديالنا غادي نديرو الفرص ونديرو السكر ونديرو البيض ونديرو الملح ونديرو الزيت ونجيبو الحليب ديالنا اللي دفيناه. الحليب خصو يكون دافي، ما يكونش حليب بارد، يكون دافي. وإلا خصنا مازال الماء لاجينا غادي نضيفو ماء دافي أيضا، شوية د الماء دافي إلا جاب الله. خصنا شوية الماء ايضا دافي باش نحصلوا على عجينة ما تكونش قاسحة. الخميرة ديالنا ونعجنوا العجين ديالنا مزيان. الكاميرا ما كنضيفوهاش حتى الاخير ان شاء الله باش ما بقيش باش ما نحرقوهاش، ما نحرقوهاش مع العجين، يعني غادي غير العجينة ديالنا هي تعجنات. غادي ناخذو منها يعني جوج الاتلات، يعني جوج ثلاثة الأرباع ونخليو ربع. هانتوما غادي ناخذو كمية كبيرة من العجين الأبيض ونخليو واحد الكمية. هاهي هاد الكمية غادي نخليوها هي اللي غادي نديرو لها البودر كاكاو طبيعة الحال، ونعجنها دروك. هذا غادي نديرو ونخليوه يخمر ونغطيوه ونخليوه يخمر على هاد الشكل باش نخرجو منو ان شاء الله عدد كبير ديال الرولوات باش غنصوبو هاد الباندومي ديالنا. ناخدو هاد العجينة حتى هي هكا، يعني يكون عندنا نفس العدد، نفس العدد ديال العجين. نديروه طويل شوية. هنا غادي نتسرحو هاد العجين القهوي ديالنا، نحطوه على قد هكا
ونتورنيو كنجيبوه على قد المول ديالنا. خصنا يجينا على قد المول ديالنا بحال هكا. ندير نحطوه في المول ديالنا. نديرو نفس الطريقة هكا. يعني نسدوه بحال هكا. نجيبوه تاني في المول هكا. نصوبو واحد اخر دائما. نسرحو العجين ديالنا طويل، نحطوه في وسط العجين بحال هكا ونسدو عليه. نحطوه في الفاندومي ديالنا بحال هكا. هنا كنسرحوه بحال هكا، كنضغطوه مزيان، دائما ضغطوه مزيان وجيبوه على قد الباندومي ديالكم. المول ديال الباندومي يمكن لكم تدهنوه بشوية الزبدة باش ما يجيناش الباندومي ديالنا لاصق. هكا غادي نديرو نفس الطريقة عاود تاني من الفوق. الطبقة الأولى كنديرو، الطبقة الثانية هي كملات. كنحاولو نجروها بحال هكا ونوركو عليه بحال هكا. نقادوه مرة أخرى، خصنا يجينا مقاد هكا. الطبقة الأخيرة كنديرو فيها جوج البياسات ماشي ثلاثة ولا أربعة، يعني جوج البياسات الأخيرين غادي نديرهم في الطبقة الأخيرة. جوج الرولوات اللي بقى لينا في الوسط بحال هكا، ونحاولو نضغطوهم من الجناب بحال هكا شوية، ما نضغطوش بزاف. هنا هنا غادي ناخد الرولو ديالي بحال هكا، نضغط بحال هكا باش يجيني الباندومي ديالي زوين. حتى في المنظر ديالو يجيني طالع في الوسط بحال هكا. هكا نقادو بيديا ان شاء الله. غادي نجيب شويه الماء باش ندوزو عليه من الفوق، شويه الماء واحد الشتاء. مرحبا، عندنا هنا شويه الماء، كنحاولو ندوزوه بحال هكا ماشي نعمروه بالماء، مجرد ندوزو عليه بحال هكا. ونخليه يخمر على خاطرو. حتى يخمر غادي نوريه لكم الا خمر باش نلوحوه في الفران ان شاء الله. هذا هو الباندومي ديالنا، كنخليوه حتى كيخمر مزيان، يعني كيتضاعف الفوليوم ديالو. ملي عمرنا المول ديالنا كان في الوسط، غادي ندخلوه للفران هكا ونديرو بطول ونطفيو عليه الفرفارة. ما نشعلوش الفرفارة، نخليه في 90 درجة، 100 لا منديرو 185 درجة حسن. ومرة مرة نشوفو عينا ميزاننا. مرحبا بكم، هذا هو الطبق ديال النهائي ديالنا ديال هاد لو باندومي اللي هو رائع وكيجي رائع. نتمنى منكم تجربوه بهذه الطريقة وإن شاء الله غادي تحصلوا على نتائج جيدة وممتازة. الوصفة كتطلب
الوصفة تكون مضبوطة والتطبيق يكون مضبوط إن شاء الله، وغادي تحصلوا على نتائج جيدة وممتازة. نتمنى لكم دائما كل التوفيق. ومفاجأة في هذا الفيديو أننا غادي نعطيو فيه واحد العجانة إن شاء الله، اللي هي عجانة رائعة. أنتم كتشوفوا حنا ما غاديش نبينوا لكم السميه ديال الشركه، وما غاديش نهضروا على الشركه، لان ما بقيش غادي ندير حتى شي شركه، يعني ما غاديش ندير اي شركه دعايه هكاك، ما كاينش فابور. يعني الشركات كنجيب الحوايج كنوريهم لكم، كنوريكم الحوايج لهذوك الشركات، دائما كنوريكم السميه ديال الشركات. من هنا من الانف صاعدا ما بقاش نقولوا السميه ديال الشركه. غادي نعطي روبو، لان كنعطيه من مالي الخاص ان شاء الله، غادي نعطيه كل مره في الشهر غادي نعطي واحد الروبو، وغادي يكون الفيديو يا وسط الشهر يا نهايه الشهر يا بدايه الشهر. ما غاديش نحددوا التوقيت ديال الفيديو، ان شاء الله غادي تكون من نصيب اللي بغاها ليه الله تبارك وتعالى. نتمنى ان شاء الله المشاركه ديالكم في الفيديو، تشاركوا هذا الفيديو يعني، وتشجعوا هذه القناة اللي هي قناتكم، واللي دائما ان شاء الله غادي نقدموا لكم فيها كل جديد ان شاء الله. من شروط المسابقة ان شاء الله غادي تكون كالتالي: اولا وقبل كل شيء خص الانسان يكون مشارك في القناة، يكون مشارك في القناة ديالنا يعني بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس، باش دائما يوصلكم جديدنا كل يوم. ملي كيطيح الفيديو غادي يوصلكم، كانت فيه المسابقة غادي يوصلكم، ما كانش فيه المسابقة غادي يوصلكم، دائما باش تعرفوا اننا لحنا فيديو جديد، الا كان فيديو جديد غادي يوصلكم. ومن شروط المسابقه اننا نديروا لايك، واننا نشاركوا نبارطاجيو الفيديوهات، هذه الفيديوهات نبارطاجيوهم ان شاء الله مع اصدقائنا واحبابنا، باش عدد كبير ديال الناس يشوفوا الفيديوهات، وعدد كبير الناس يزوروا القناه ديالنا. وهذا هما الشروط البسيطه جدا للمشاركه هنا. وكنطلب منكم ما باقيش تحطوا الايميل ديالكم او التليفون ديالكم، او غادي تقول انا مشارك في المسابقه، لا اقل ولا اغير. ملي تطيح السميه ديال الانسان حنا غادي نتصلوا به، يعني ديك الساعه باش يعطينا الايميل ديالو، غادي نعلنوا في فيديو ان فلان هو اللي ربح. دائما ملي كتدخل القناه وكتشوف الفيديوهات غادي تشوف الفيديو ديال الرابح في المسابقه، وتماك غادي نعلن الاسم ديالو، وغادي نطلب منه يتصل بنا باش يعطينا العنوان ديالو الصحيح، وان شاء الله توصلوا الهديه ديالو او الجائزه ديالو توصلوا لدارو باذن الله عبر الامانه. ان شاء الله كنصيفطوا عبر الامانه باش تكون الحاجه مضمونه، ونعرفوا انها غادي توصل لمولاها. وهذا هو المبتغى، وهذا هو اللي كنتمناو. حنا غادي نحاولوا نشجعوا اكبر عدد من الناس يربحوا معنا يعني لي روبو كل شهر ان شاء الله، باش يربحوا معنا كل واحد يربح، ماشي كل واحد، اللي بغى ليه الله تبارك وتعالى. حنا ما غاديش نختار، انا ما نختار حتى واحد، وما غادي نعطي لهذا ولا هذا ولا هذا. يعني شفتوا المسابقه اللي دازت ديال هذوك المواد اللي عطاتنا ديك الشركه ديال الشينوا، و الشروط ديالنا انه حطينا الروابط تحت الفيديو، اللي بغى يزورهم يزورهم، اللي ما بغاش يزورهم داير. انا هذيك الشركه ما باقيش نتعامل معها نهائيا، لان ما كتعطيش مواد، كتعطي مواد بساط ومواد ماشي 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 شي حاجه صحيحه وماشي شي حاجه. انا غادي ندير مسابقات من مالي الخاص ان شاء الله، غادي نعطي فيها الات بحال هذا الشيء ديال المنزل لي روبو او اشياء اخرى منزليه صحيحه ومزيانه وبثمن مزيان، وان شاء الله تبارك وتعالى غادي يجازي الله كل واحد ان شاء الله، بدون ذكر اسماء الشركات. الشركه يعني حتى ملي كنشري واحد الحاجه من مالي الخاص غادي نغطي على السميه ديال هذيك الحاجه، ما غاديش نبينها نهائيا، لان الشركات ما يمكنش نديرهم الا بغاو ندير اللي بغا ندير ليه فعلا فعلا سميتو، يعطيني الات كهربائيه بحال هادو، يعطيني عدد كبير ونفرقهم على الناس، والناس يجي يعرفوا السميه ديالو، يعرفوا السميه ديال الشركه ديالو. وهذا هو المهم. اما باش نشري انا من مالي الخاص وندير لهم هما البيبليسيتي، جامي 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 دلافي. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وشكرا للجميع.